السلام عليكم. انا في سويداني اميلي ويسون، على بالنا يوسف راهو داخل او سبقني، انا جيت نضرب طله بون قودرون فيه نكملوه. هاولي ها قودرون كمل، الله يبارك. هاولي ها احتل فوق مكمل والله. هذا اخبار شباب والله. تاع الحجر هذا كان مسلمير، تاع الحجر هذا وما محبس تما مانيش عارف. هاوليك لي زونجان رامي ريكيبيري فيهم، رامي يخرجوا فيهم، رامي يروحوا يديهم بلي بورتشار. هادي هي هاد التراب رام دي كاباو، ها كيما تشوفوا فيه يعني راهي تافونسي ما شاء الله. لي كليرا الشباب داروا الحشيش. بون نركز لكم على الايلوسيس باسكو انا ايلوسيس فوالا. هاوليك هما نطلع لكم شويه مورال. هام لي زونجان راهم قاع مستفين، راهم يدو فيهم سي بون، نكملوا لي طرافو. بقات حاجه خفيفه هادي طلعه برك، هادي اللي كيديوها في سمانه اللي كيديوها. هذا واش كاين الكحالش هذوك مي بريكوليو. هذا واش كاين، هذا واش قدرنا نفيدوكم. راه البرد في سويدانيه ديروا حسابكم، اي 22 دوغري في سويدانيه الحاله بارده. هادي هم كاع لي زونجون مستفين. هاي اللي كنا خايفين منها الحمد لله ما كاش. هاي كودرون تريقلا وشباب وهايل. كانت طريق التحتانية تحت الباتيمون 30 31 32، كانت طريق تحتانية هاديك بالبافي بالسيم بون بيتون بريمي، وكاينة الفوقانية كودرون وفيها باركينغ. هاي اللي يحبي يفهم على الباركينغ هامليك صحاب الإيلوسيس نورمالمون دا باركينغ إيلوسيس. هاو دايرين دخلة سما واحد ميكاري سما زيادة مليح. هادي يا خاوتنا ان شاء الله نكونو فدناكم. هادي هنا راه موجدين الحجار، راه موجدين كدا. وجاسبر يوسف راهو يشوف فينا شي وراهم مخبي في كاش مركش باتيمو، بالك برك يحكموك بالك برك يصيدوك ومحلفين فيك الكحالش. هادي هي ها ما بانليش ما بيش وينها. هادي السلام عليكم.